شكرا جزيلا لحضوركم اليوم إلى هذا المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان قائمة شهداء الحركة الاحتجاجية في العراق، الحركة الاحتجاجية والمطلبية منذ 1 تشرين الأول 2019، وإلى قبل أيام سقط الشهيدين في ساحة الطيران في بغداد، وقبلها بأيام الشهيد هشام الهاشمي. اليوم تقريبا كل بعد الظهر والعصر سيخصص لإعلان قائمة الشهداء، وبعدها ستجدون في هذا المكان وزير الداخلية الذي سيعلن نتائج التحقيق مثل ما وعد رئيس الوزراء الرأي العام بما حصل قبل أيام. وأتمنى من هم حاضرون بينكم أن يغطي هذا الحدث. فالرجوع إلى شهداء الحركة الاحتجاجية حقيقة هو كان مطلب من الشارع، وكان التزام من الحكومة. المنهاج الوزاري تضمن نقاط أساسية لإلقاء الضوء على ما حصل، لماذا هذا العدد الكبير من الشهداء سقطوا في عملية احتجاجية سلمية حضارية، لماذا هذا الكم الهائل من العنف بحق الشباب والشابات، لماذا في لحظة ما العنف كان منفلتا وبشكل قاسي غير مقبول، خلق نوع من الإدانة داخل الرأي العام العراقي والعالمي. هذا الوضع أدى إلى أزمة سياسية، أزمة مجتمعية، أزمة ثقة متعمقة بين المجتمع وخاصة شريحة الشباب والطبقة السياسية، أدى إلى استقالة الحكومة الماضية وتشكيل حكومة بعدها بأشهر. نحن نحاول أن نجيب على بعض هذه الأسئلة التي أفرزتها وخلقتها الحركة الاحتجاجية لشهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. كثير من الضحايا، الأعداد تتباين. نحن نقول ضحايا في البداية، ولكن في المنهاج الوزاري تحدثنا عن شهداء، فهم شهداء، وكل ما يعني ذلك من اعتبار قانوني أخلاقي سياسي. هذا الالتزام الأول. هم ليسوا أناس خرجوا في سفرة مدرسية أو تجوال، هؤلاء خرجوا لاسترداد وطنهم، فوجهوا بعنف غير مبرر من اليوم الأول، وهذه الحالة استمرت لمدة أشهر. قلت الأعداد تختلف وتتباين، البعض يتحدث عن مئات، 700 أو أكثر، منظمات حقوقية إنسانية، منظمات دولية وأمم متحدة. أشكر الجميع من تعاون معنا، مفوضية حقوق الإنسان، برج بابل، الأمم المتحدة، الوزارات العراقية، وزارة الصحة، مجلس القضاء الأعلى، كان هناك تعاون كثير، وأيضا فريق متطوع حوالي من شباب وغير شباب كانوا متبرعين أيضا ساهموا في هذا الجهد. هو جهد ليس فقط سياسي، بل هو جهد أخلاقي أيضا وتعليمي. فما توصلنا إليه بأنه مجموع عدد الشهداء الذين سقطوا هو بقرابة 560 شهيد. هذا يضمن الشهداء المدنيين وبما فيهم القوات الأمنية. بطبيعة الحال نحن لدينا بعض المعاناة. إلى اليوم هناك جثث غير معلومة. العديد من الجثث كانت متفحمة. في الظروف العراقية الحالية ومع اشتداد أزمة كورونا عقد الأمر علينا بعض الشيء حتى نعرف هذه الجثث، وفي نفس الوقت كي يعرف ويعلم عوائل هؤلاء الضحايا بأنه أولادهم للأسف سقطوا في هذه الحركة. الأعمار أغلبيتها بالحقيقة هم من الشباب، وهناك من الشابات. النسبة الغالبة هم في بغداد، أكثر من النصف، وفيما بعد في ذي قار، بصرة والنجف ومحافظات أخرى.
في غالب الأحيان عندما ننظر إلى هذه المعطيات ونحاول أن نقرأها، وأنا أعتقد هذه سوف تكون مادة غنية ليست فقط إحصائية، عندما ترى لهذه المواد ليس فقط أسماء، هذه شواهد حقيقية، ولكن سوف تنظر إلى كيف حصل ذلك، وستصل إلى قراءة سياسية حتى نفسية للحظات التوتر العنف. في لحظات معينة تجد في يوم أو يومين عدد كبير إطلاقات نار، في لحظات أخرى تجد دخانيات كثيرة، في أيام أخرى تجد هناك دهس وإلى آخره، وهذا يكشف لك إلى أي قدر كان حجم العنف في هذه اللحظات. مرة أخرى أقول هذه ليست فقط معطيات إحصائية، هناك أرواح، هناك بشر، هناك نفوس، هناك أحلام، هناك آمال عند هؤلاء الشباب. الحكومة طبعاً، رئيس الوزراء في المقدمة يعتبر كل هؤلاء الضحايا هم شهداء، شهداؤنا وشهداء الوطن أولاً. تعوض عوائلهم بمبلغ 10 مليون دينار، وهذا لا شيء، الكلمة تعويض بسيطة لا تعكس الواقع، هذه مجرد للمساعدة لتضمير جراحهم، لا شيء يعوضهم عن خسارة أبنائهم وبناتهم. وأيضاً يعتبرون شهداء، لاحقاً سوف تكلف الحكومة مؤسسة الشهداء باعتبارهم شهداء. سوف تفاتح الحكومة المحافظات بتخصيص قطع أراضي لعوائل الشهداء، وسوف نبدأ بهذا الجهد. قرار الحكومة هو واضح في هذا الشأن، ولكن يجب أن يتم مع المحافظات حسب كل محافظة شهيد. بطبيعة الحال، وهذا ما ينتظره الجميع، أعتقد بأنه الحكومة كما قالت في المنهاج الوزاري سوف تعمل على تشكيل لجنة لاستقصاء الحقائق. هذه اللجنة تتشكل من أناس يمتلكون الجرأة، يمتلكون المهنية والقدرة للجواب على سؤالين أو ثلاثة. سوف نتيح لهم كل الإمكانيات ليعملوا بشكل مستقل. لماذا حصل كل ذلك؟ كيف حصل كل ذلك؟ والسؤال الآخر، ماذا علينا أن نعمله لكي نتجاوز لحظات تراجيدية التي حصلت في داخل العراق؟ حول هذه الأسئلة بعد العيد سوف نعمل مباشرة على إعلان وتشكيل وإعلان هذه اللجنة. سوف لا تكون فقط من شخصيات حقوقية وأدبية معروفة بنزاهتها وقدرتها وجرأتها، بل سيضاف لها أيضاً مراقبون دوليون بالأمم المتحدة من منظمات حقوق الإنسان. ليس لدينا شيء نخفيه، وهذه اللجنة سوف يكون لها القدرة على الحديث واستجواب أي شخصية يرونها مفيدة لهذا الاستقصاء والتحقيق. فيما بعد ذلك، عوائل الشهداء من حقهم أن يتوجهوا إلى القضاء ومطالبة بحقهم لما حصل بأولادهم في هذا المجال. هذه الخطوات حقيقة التي قطعتها الحكومة على نفسها في المنهاج الوزاري، نحن بعد شهرين تقريبا اليوم وصلنا إلى هذه القائمة، ومن الممكن أن تختني هنا وهناك كما قلت نتيجة الظروف الصعبة. سوف نضع الأسماء، سوف نضع كيف حصل ذلك على موقع إلكتروني لاحقا، ومن نسيناهم نحن نعتذر مقدما، سوف نضيفهم ما أن نحصل على المعطيات الرسمية بشأن ذلك. أنا تحت تصرفكم لأي سؤال يتعلق بهذا الموضوع. هذه كانت لحظة مهمة للعراقيين والعراقيات، الكثيرين في الساحات ينتظرون. الأمر لا يعني قائمة، الجميع يعرف الشهداء، يعرف وجوههم، يعرف دورهم. الحركة الشبابية هذه متأثرة كثيراً بما حصل بهم، وكل الوفود التي نلتقي بها ونستقبلها، وآخرها كان بالأمس، السؤال الأول ماذا سيحصل
بشأن الشهداء ومصيرهم وإلقاء الضوء على ما حصل. نحن بدأنا بشكل جاد وسوف نستمر بذلك. نتمنى في الأشهر القادمة لجنة استقصاء الحقائق سوف تعطي بتقريرها إلى الحكومة ورئيس الوزراء. أنبه، الزمن القضائي والزمن الحقوقي هو ليس الزمن السياسي ولا الزمن المطلبي، سوف يأخذ وقته، ليست سنوات، ليست أشهر طويلة، سوف يأخذ وقته، سوف نتيح له الإمكانيات، وبالتالي هم يقدمون تقريرهم بكل شفافية. وأنا تحت تصرفكم لعدد من الأسئلة. أستاذ وليد من الجزيرة. شكرا دكتور، شكرا على الدعوة وشكرا على هذا الوضوح اللي أنا على يقين أن الشارع العراقي لن يستقبله بكثير من الارتياح. نتحدث عن أشهر، عن هكذا حوادث منذ أكتوبر لحد الآن، وإحنا جئنا حتى نعرف ماذا بعد إعلان النتائج، وحضرتك تتحدث عن لجان سيتم تشكيلها. أعتقد مثل هذا الكلام سيستقبله بشارع بكثير من الانزعاج. لكن أيضا حضرتك تتحدث عن إطلاق نار، تتحدث عن دخانيات، تتحدث عن دهس، وكأنه هو إشارة على أنه عمليات القتل التي مورست ضد المتظاهرين تتورط بها جهات أمنية أو طرف أمني، وتتورط بها أيضا أطراف غير أمنية. هل أنتم مستعدون للحديث بصراحة عن كل هذه الأطراف التي وقفت وراء كل هذه العمليات القتل؟ تتحدث حضرتك عن 500 أو أكثر من 500 قتيل أو شهيد أو ضحية من المتظاهرين. هل ستكون لديكم الجرأة بالكشف بشكل واضح وصريح عن كل الأطراف التي وقفت وراء هذه العمليات، سواء الطرف الحكومي المتمثل بالطرف الأمني أو الأطراف الأخرى التي يحلو للكثيرين أن يسميها الطرف الثالث؟ شكرا جزيلا. شكرا. نحن أخذنا على عاتقنا التزام، التزام أخلاقي والتزام سياسي أمام البرلمان، أمام ممثلي الشعب. في المنهاج الوزاري كانت هناك فقرة أساسية في الأولويات بأنه الحكومة سوف تشكل لجنة لتقصي الحقائق والوصول إلى أسباب استخدام هذا الدرجة من العنف الغير مبرر بحق الشباب والشابات. لم يكن لديهم مطالبات أخرى إلا مطالبات حضارية سياسية، شيء من الشفافية، إيقاف الفساد، الدعوة إلى انتخابات قادمة، عدم رضائهم بحكومة وتبديلها بحكومة أخرى. هذه مطالب تطرح في كل أنحاء العالم ويتم التعامل معها في أغلب الأحيان، ليس دائما، بدرجة من المقبولية والتفاعل والإيجابية، وهذا دور الحاكم. لماذا في العراق استخدم هذا الكم الهائل من الرصاص، من الدخانيات، من الدهس، من القتل، أحيانا الاغتيالات، عدد هائل من دور الصحافة والإعلام، تعرضت أكثر من 20 مؤسسة تلفزيونية وصحافية، دع عنكم الصحفيين. هل هذا مبرر نتيجة مظاهرات الشباب؟ هم يطالبون أريد وطن. كيف تم التعامل مع هؤلاء الشباب في الشارع على أنهم أعداء، وهناك بالمقابل قوى تحاول أن توجه لهم هكذا؟ لم يكن هذا موقف القوى الأمنية بأغلبها، ولكن من أعطى القرار؟ سوف نترك ذلك ولا نستبق الأحداث إلى اللجنة تقصي الحقائق لفهم ما حصل. تشكلت لجان قبل ذلك، بعض الأعمال من الممكن أن تكون مفيدة، وهناك أشياء لم يتم القبول بها من خلال المؤسسات الرسمية والرأي العام بما في المؤسسات الروحية. نحن نحاول أن نعمل بشفافية. سوف ترون بعد قليل التقرير الذي يقدم لما حصل قبل 3 أيام. سوف نستمر بهذه الروحية. قلنا سوف نقدم تقرير ونكشف ما حصل على أقل تقدير وفق المعطيات المتاحة لنا بعد 72 ساعة، وسوف نقدم هذا التقرير. من الممكن أن لا يتفق أحد هنا وهناك، ولكن هذه حصيلة ما توصلنا إليه. وفي هذا الأمر، هذا عمل تأسيسي. ما حصل من تظاهرات احتجاجية في العراق على مدى أشهر لم يره المجتمع العراقي منذ قرن.
استمراريته، عمقه، طبيعة المطالبة. أعتقد العراقي سوف يبقى موسوماً بهذه الذاكرة لفترات طويلة، ونحن مسؤوليتنا كحكومة أن ننظر إلى هذا الحدث التاريخي بإنسانيته وأيضاً ببعده التاريخي. الكثير سوف يؤسس على ما حصل من تشرين، ونحن لسنا باتجاه تفكيك وتفليش هذا الحدث، بل دفعه باتجاه بناء، اتجاه يريد أن يضيف إلى التجربة العراقية لما هو إيجابي. تحية طيبة، محمد سعد، قناة الشرقية. دكتور، هناك عدد كبير من المخطوفين والمغيبين من أصحاب الكلمة الحرة والناشطين، ما هو مصيرهم؟ هل تم التوصل على الجهات الخاطفة؟ شكرا. شكرا. منذ البدء رئيس الوزراء صرح بأنه عمليات الخطف والابتزاز هي ليست فقط خارجة عن القانون، بل هي عمليات إرهابية. جرت عمليات هنا وهناك لإطلاق سراح بعض المغدور بهم، ولا أكشف سرا، حتى يوم أمس جرت بعض الزيارات للعثور على ناس مغيبين أو ناس مخطوفين. هذه حالة نأسف لها، ولكن نحاول أن نقلل من وجودها وحضورها. ليست واسعة الانتشار، ولكن كانت موجودة، الآن أقل بكثير، وسوف نعمل بجهد على تقليصها والانتهاء منها. هدفنا دولة قانون ذات هيبة، والمواطن يشعر بفخر بأنه يعيش في دولة اسمها العراق. السلام عليكم. تفضل. شكرا. مصطفى لطيف، قناة السومرية. فيما يخص الأحداث الأخيرة التي حصلت في ساحة التحرير وعلى ذمة المتظاهرين، قالوا أن قوة أمنية دخلت عليهم متبوعة بسيارات مدنية، قامت بإطلاق الرصاص الحي، وكذلك قامت بحرق الخيام الموجودة في حديقة الأمة بالقرب من ساحة التحرير، وحصل ما حصل. هذا الموضوع يعني برره المتظاهرون أن هنالك مجاميع متغلغلة ومزروعة داخل المنظومة الأمنية لا تأتمر بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة. شكرا جزيلا. بصراحة أنا لا أريد أن أخذ من حصة وزير الداخلية الذي سيأتي بعدي هنا، الأفضل أن تستمع له وبتقريره الكامل، ولكن أنا أتحدث بشكل عام. هذه الحركة الاحتجاجية التي لها تقريبا اليوم 9 شهور تعرضت إلى تغيرات وإلى تموضعات جديدة، وحتى تركيبتها تغيرت كثير، من شباب إلى فاعلين إلى أكثر سياسيين، من بغداد إلى محافظات أخرى، من ساحة التحرير بخيم معينة إلى حركة مطلبية نجدها هنا وهناك. يجب أن نقف عندها بعلمية ودراية وعيون مفتوحة. ما يتعلق الأمر بالقوات الأمنية، هناك شيء واضح قاله رئيس الوزراء: نحن لم نعطي الأمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. بقية نتائج التحقيق في هذا المكان بعد 1.5 ساعة، وإذا تسمح لي أنه أترك هذا الجواب إلى وزير الداخلية نفسه. موفق مجيد، قناة دجلة. دكتور، أنا كحال زميلي يعني لم أستوعب لغاية الآن لماذا يتم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب اندلاع شرارة انتفاضة تشرين. يعني يبدو أن الأسباب ظاهرة العيان لدى المتظاهرين، لذلك خرجوا بانتفاضتهم، فلماذا نبحث عن أسباب أو نحاول أن نبحث نجد أسباب معينة كي نلصق بها ما حدث من عمليات قتل واغتيالات وخطف؟ هذا واحد. دكتور، تحدثت عن عوائل الشهداء وأنكم سوف تسمون الضحايا بالشهداء وتخصصون مبلغ 10 ملايين دينار. بالأمس أول أمس ذهبت قناة دجلة لعائلة مهدي التميمي أبو أحمد النحات الذي سقط أول أمس، لديه 10 أطفال، ليس لديه بيت، ليس هناك من معيل بعد أن سقط أبوه. يعني أعطاهم العشرة مليون دينار أكيد راح يستلزم وقت إجراءات حكومية وروتين قاتل. هذه العائلة من يحتسيف ويحتضنها الآن؟ الأمس أكيد هم باتوا جوع. هل هناك إجراءات حكومية عاجلة لإنقاذ هذه العائلة والعوائل الأخرى التي تشكو
وسط ظروف صعبة جدا. شكرا. نعم، أنا قلت من البداية هذه الحفنة من الدنانير لا تطبب جراح هؤلاء العوائل والشهداء بما في جراحنا نحن. هذه مساهمة بسيطة من الدولة، من الحكومة، لمساعدة هذه العوائل للوقوف على ساقها، وبالتالي للانتهاء من مراسيم على أقل تقدير مراسيم نبيلة للحزن والدفن. أتمنى أنه الحكومة سمعتك، وأيضا سوف نوصل هذا الرأي. هناك حالات إنسانية أكثر عمقا يحتاج التفاتة من جانبنا بطبيعة الحال. نحن في يوم عرفات، هاي العائلة خسرت معيلها وهو فنان كان محتاج، وهو من حقها أن يحتاج، ومن حقه أن تدافع عنه الحكومة أن يحتاج بسلمية. ما حصل شيء غير مقبول. نتمنى أن يكون جواب أيضا ملموس إلى حالة هذه العائلة بالقياس إلى الأجوبة العامة التي تقدم. أما القضية الأخرى تتعلق باللجنة، نحن لا نريد لجان بعد لجان. هناك قول شهير يقول إذا تريد تدفن قضية أخلق لجنة. السؤال الذي طرح هو لماذا هذا التسلسل بالعنف والمصائب التي تحصل وكأنما أمور هذه عادية؟ وننتقل إلى شيء آخر، لنعطي بعض المال، لنوزع أرض إلى آخره، والموضوع استمر. نحن نقول بأنه للإنسان قيمة وللإنسان وجود وأيضا له حق، ويجب أن نقف عند هذا الحق. ليس هناك قيمة أعلى من قيمة حياة وحقوق الإنسان. هل نستطيع أن نرتقي بهذا شيء أعلى في داخل العراق؟ هذا طموحنا. هل نصل إلى المستوى الذي نطمح له؟ ربما لا، ولكن لنضع حجر على هذا الأساس. هذا السؤال كيف حصل؟ نعم، سوف يضعنا أمام كل هذه الآلة التي ارتبكت، التي خرجت بشكل مجنون في أشهر، أطلقت ملايين العيارات النارية. لماذا؟ هل هذا مبرر؟ هذا سؤال على المستقبل. كيف من الممكن أن نحجم من هذه الممارسات ونوقفها؟ كيف هذا الذي يده على الزناد وبسهولة يطلق يفكر هناك قانون، هناك التزام؟ يجب أن أدافع أيضا على المقابل. نحن في العراق ليس لدينا تجربة قواعد اشتباك وناس قريبة، وفي بلد الآن درجة الحرارة 50 في الظل، والناس موجودة في الشارع، وواحد متوجس من الآخر منذ شهور، ما أن يتحرك الآخر إلا أن يشعر بالخوف. يجب أن تتعامل مع هذه الحالات أيضا بتفهم وإنسانية وشيء من المرونة. بالنتيجة النهائية أنت عندك مسؤولية دولة يجب أن تديرها بتناقضاتها. فالقضية ليست سهلة، فبالتالي نحن تحدثنا عن الشهداء بما فيهم القوات الأمنية. نعم شهداء. هذه الحكومة سوف لا تبحث بين الجثث من هو أكثر عراقية من الآخر. الموتى يستحقون التبجيل والاحترام، ولكن الأكثر من دفع الضحايا في هذا الجانب هم حقيقة الشابات والشباب في هذا البلد. السؤال الأخير. السلام عليكم دكتور. جابر جمال، قناة الرشيد. يعني لا يخفى على الجميع عن أعداد المتظاهرين الذين سقطوا شهداء في التظاهرات، وأيضا من قوات الأمن أعداد كبيرة جدا. يعني اليوم تم الإعلان عن أكثر من 500 شهيد، لكن 560 شهيد، لكن في الأيام الماضية تحدثت الإحصاءات عن 800 شهيد وأكثر. طبعا أهالي وذوي الشهداء يتحدثون ويطالبون بالكشف عن الجهة، يعني الجميع يعلم منهم المقتولين، لكن لم يتم الإعلان حتى هذه اللحظة عن الجهة التي استهدفت المتظاهرين وأسقطت هذا العدد من الشهداء، وأيضا الجهة التي تقوم بالخطف والتي قامت أيضا بالتعذيب والترويع وتهديد الناشطين والمتظاهرين وكل الذين خرجوا بالتظاهرات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. من ناحية الأرقام أنا قلت هناك سوف يكون خلاف من ناحية الأرقام. أنا أتمنى أن تكون الأرقام أقل ما يمكن، ليس لأن نعمل اقتصاد ولا ندفع بقدر ما هذه أرواح بشرية، ولا أتمنى أن الأرقام تصعد. قلت أيضا بأنه نحن أبوابنا مفتوحة، ربما نسينا هنا وهناك، قد يكون
نسينا نتيجة الظروف سوف يضافون مع اعتذارنا الشديد مقدما، ليس هناك أي عائق في هذا المجال. الشيء الثاني، أنا قلت بأنه هذه لجنة تقصي الحقائق هذه ستكون لها سلطات معنوية أخلاقية سياسية أيضا، ستتحدث عن شخصية معنوية اسمها دولة وحكومة وقوات، وهذه موجودة بالشارع أمام مئات الآلاف من الشباب. في لحظة ما كل هذا تزحلق وارتبك وواجه الآخر، هم أبنائهم كخصوم وأعداء. لماذا يحصل ذلك؟ هذا مهم، هذا مهم لنا أن نفهم، مهم للمستقبل. فيما بعد نحن نتمنى أنه القضاء يعمل في العراق، وهذه العوائل من حقها أن تقدم الشكاوي بحق أي مسؤول كان. أما من ناحية لجنة تقصي الحقائق فسوف تستجوب من كان لهم القرار والسلطة في هذا الجانب، ويجب أن تستجوب في ذلك الوقت. من أطلق النار ليسوا ناس من المريخ، لا، هم بيننا هنا، وليس بالضرورة تكون دائما الدوافع عدوانية، ربما من الخوف، ربما ما يعرف الآخر، ربما أيضا مصالح، ربما أيضا نزوة السلطة إلى آخره، كثيرة هي أسباب. ولكن شو دفع هذا الوضع كليته في لحظة ما أن ينفلت بهذا الشكل؟ هذا هو السؤال. أنا أعتقد هذا السؤال ليس فقط علمي وتربوي بل سياسي أيضا. نحن نريد أن نذهب بهذا الشيء إلى أقصاه. الدولة العراقية سيكون لها العام القادم 100 سنة. هذه المرة الأولى تقف دولة وحكومة وتدين عمل جزء من مؤسساتها وتقف إزائها وتقول أريد أن أدرس ماذا حصل وكيف أن لا يحصل. لسنا فرحين بهذا العدد الكبير من الموتى، ولكن نريد أن لا يتكرر ذلك. لست متأكدا لا يتكرر، ولكن نريد أن نعطي درسا بأنه إذا تكرر الذي سيقدم عليه يجب أن يفكر مرتين ما سيواجه لاحقا. أنا متأسف إلى أتوقف عند هذا الحد، لأنه بعد قليل سيكون مؤتمر صحفي آخر، اليوم تقريبا يوم تحقيقات ونتائج. العراقيون يستحقون أن نتحدث معهم بصراحة واحترام، وأن نقدم لهم ما نمتلكه من الحقيقة، حتى ولو كان يوم عرفات قبل العيد، أن نقول لهم الحقيقة هو أيضا جزء من فرحتهم. شكرا جزيلا، ونشوفكم في المرة القادمة.